سوها. ازيك يا قمر؟ سوها حبيبة قلبي، معلش يا روحي مش قادرة أقوملك، وحشاني خالص، ببوسك. يا حبيبتي أنا اللي ببوسك. أنا ما حكيتلكيش؟ إيه؟ الإكستنشن اللي ميسيو جميل ركبهولي في حفلة راس السنة. كان جامد هبل. إت واز لايك كسر الدنيا. كل اللي رايح واللي جاي يقولي الله الاكستنشن الحلو ده، ما كانش باين خالص. عشان كده ما بجيش غير هنا. مسيو جميل، مسيو جميل ده ساحر. طبعا مسيو جميل ده ساحر، بيعمل من الفسيخ شربات. اللي يشوفك وانت خارجه من عنده ما يشوفكش وانت داخله شبه البيض الممشش. لا قوليلي، انت خاسه قوي، الدايت عامل عمايله. على فكره ده مش دايت خالص، ده قولوني العصبي سدد نفسي خالص. دكيني يا اختي دكيني، تعمل لنا عزومات وتعلفينا عشان احنا نتخن وانتي تخسي يا قردة. يا ساتر يا رب، انتي مال اهلك انت خس ولا تنيل اتخن؟ مركزه معايا ليه كده؟ ده انا كل الحكايه خسيت 350 جرام بس. القولون عصبي قال، ده انا اللي اخترعت الحجج دي قبل ما اعمل العمليه. قطيعه. بس انا زعلانه منك. ليه يا حبيبتي؟ بقى كده تعملي عمليه تدبيس من غير ما تقوليلي. والله يا حبيبتي العملية كانت عدية خالص، كل اللي حضر الدكتور وطاقم التمريض مش أكتر. اللي حقق قوليلي مين اللي قالك على موضوع العملية ده؟ مها هي اللي قالتلي. مها؟ آه يا كلبة، دي وحشاني فشل. والله عندك حق، انتوا كلكم وحشاني آخر 35 حاجة. حبيبتي حبيبي. وحشاكي وحشا ما يلهفك. ايه يا بنت قلة الادب دي؟ شكلي كده هقوم البسك الطاسه اللي فوق نافوخك. وحيات امي، انا لولا خايفه التسريحه بتاعتي تبوظ كنت قمت كوتلك حواجبك. كتك 60 داهيه فيكي كده وانت شبه جربوع البحر. اسم الله عليك انت يا حبيبتي اللي شبه البومه الدكر. انت نسيتي نفسك يا حبيبتي ولا ايه؟ اسم الله، تعالوا شوفوا الفرخه اتكلمت. الله يرحم لما كنت مرميه ايام الجامعه ومفيش حد عايز يعبرك. لا انت يا اختي اللي الشبان كانوا مقطعين نفسهم عليكي. ايه ايه ها ها؟ ايه 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 ده ايه ده؟ مالكم؟ صوتكم الداخلي جايب اخر المحل. بتتكلم عن ايه يا مسيو جميل؟ مسيو جميل، احنا كنا لسه بنجيب في سيرتك. ما انا خدت بالي، والله انتوا منورينا. دي صحوبيه دي؟ حبايب الامارات. واحد بيشوف بلاوي دول هيتحرقوا على قرف. نسوان هم.